سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه وكلكم بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نقادوا البغرير. الطريقه ديالي، الطريقه باش كن نديرو انايا وكينجح ليا، وبغيت نشاركها معكم حيت بزاف ديال الناس ما كيصدقش ليهم البغرير. المهم البنات، البغرير ديال اليوم فيه 2 كيسان ديال العنبه ديال السميده الرقيقه، عندي معلقه كبيره ديال الدقيق الفورص، عندي خميره واحده ديال الحلوه، عندي معلقه صغيره ديال السكر، عندي خبيصة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجين. المهم البنات يلا غنبداو على بركة الله. وعندي عفوا نسيت 2 كيسان ديال العنبة ديال ماء دافي. عند البنات هنا 2 كيسان ديال العنبة ديال الماء دافي، غادي نبقى نضيف ليهم 2 كيسان ديال السميدة ديال الحلوة، سميدة رقيقة. عندي هنا معلقة ديال دقيق الفورص، عندي معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجين ديال العجين عفوا، وعندي كبصة ديال الملح. غنزيدهم خميرة ديال الحلوى، هذه فيها 8 غرام، غادي نخلطوا الخليط ديالنا. هانتوما البنات، من بعد ما كيطحن مزيان كيجي خاطر. غادي نخليوها البنات شويه يرتاح ونرجع معكم باش نطيبوه. انا البنات رجعت معكم من بعد ما خليت الخليط ديالي يرتاح شويه، كان خليته كيرتاح شويه. هانتوما كي كيجي مكيكونش خامر بزاف، غير كنخليه يرتاح شويه. كندير الطفال ديالي كتسخن ليا على العافيه، هانتوما كنديرها كتسخن مزيان، حيت البغرير باش يتقاب ليك كيخصو يكون الطفال كيخصها تكون سخونه مزيان، ما كيخصهاش تكون بارده، ما كيخصهاش تكون بارده البنات مزيان بزاف، وما كيخصهاش عاوتاني تكون سخونه بزاف. بسم الله. ما كيعجبني البغرير يكون صغير، ما كيعجبنيش يكون كبير بزاف. انتوما كي كتشوفوا معايا البغيره ديالي راه تقبات كامله. كنتمنى البنات اللي ما كيصدقش معاهم البغرير يجربوا هذه الطريقه هذه، وما غاديش تخيبكم وما غاديش تندموا عليها، وغترجعوا من بعد تشكروني على هذه الطريقه باش يعني باش قديت البغرير وغتقادو ان شاء الله، وغادي يخرج لكم مزيان، وغترجعوا وغتشكروني مازال عليه. المهم البنات هانتوما انا كنطيب في البغرير ديالي، هانتوما شفتو كي كيجي، يعني راه كيجي زوين بزاف غزال وكيكون كله متقب. ونصيحه اخرى البنات بالنسبه للعافيه، ما كتكونش مجهده وما كتكونش مهيله، يعني كتكون متوسطه. والبنات وقت ما كتحسوا بالمقله ديال الطفل ديالكم والمقله ديالكم سخنات بزاف كتشلوها بالماء،
ما كنشللش ليها انا لوجه ديالها، انا كنشلل القاع ديال الطفال ديالي، هو اللي كنشلل بالماء البارد وكنرجع نردها. انتم ما كتشوفوا البغرير ديالنا كي جا، كنتمنى يعجبكم. المهم البنات انا غنقطع الفيديو باش ما يجيش طويل، نكمل البغرير ديالي ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي كي جا. هانتوما البنات الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا، هانتوما كتشوفوا كي داير، راه جا غزال غزال بزاف بزاف. انا غنهز لكم شي وحده باش تشوفوا. هانتوما البنات راه متقب متقب مزيان. هانتوما يعني راه كيجي زوين زوين بزاف البنات. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هادي، راه ما غاديش تندموا عليها وما غاديش تخيبكم بطبيعه الحال، غير تبعوا المقادير والمكونات شحال ما يعني كيف ما عطيتهم لكم انا، وغيكون غير الخير ان شاء الله. المهم البنات ما تنساو تشاركوا معايا في القناه ديالي وديروا لي لايك للفيديو. شكرا لكم بزاف.